نصل اليوم إلى نهاية المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة من التجربة الفنية الإماراتية التي أطلقتها مدينة شرق الإعلام شمس. اليوم هناك دورة تدريبية للمصورين وإجادة التصوير السينمائي. فكانت هناك عدد من الدورات السابقة، كان هناك دورة في التمثيل ودورة في الإخراج ودورة في السيناريو. أما اليوم فهي دورة في التصوير السينمائي، وهناك تقريبا حوالي 200 شخص متواجد في هذه الدورة التي نتمنى أن يستفيد منها الجميع لتطوير مهاراتهم وكذلك الإبداع في أفلامهم القادمة. طبعا هذه المبادرة كان لها الأثر في خلق مجتمع للسينما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهم هذه الأهداف لشمس هو خلق مجتمع للمواهب وجعل شمس المكان لهذه المواهب.